وبعدين برضو ده اسمه تهريج، لان انا قاعد بقالي ساعتين وبرضو انا لا قليل ولا صغير. ما تنساش ان انا سامي الهواري وجاي المهران الشيني وجاي في حمار ملطوط فيه لقطه زي الزفت. انا شايفه بس متعصب، هشوف في ايه على ما تشرب حاجه. لا ما تسيبنيش يا راضي، تعالى. بعدين برضو ده انت الكل في الكل. ماشي يا حبيبي، حبيبي يا سامي. سامي بالهواري، ازيك يا سامي؟ يا اخي تنزل العاب جديده زي ما تنزل، بس الاتاري ده له وضع تاني، له معزه كبيره في قلبي، خصوصا بقى لعبه صيادين البط دي. اصلا انا صياد بط قديم، بس خلاص بقى الواحد ما بقاش فاضي ينزل المنصوريه. وبيني وبينك ما بقتش اطيق منظر الدم، بقى بيزهقني. بس انحكمت بقى يبقى خلاص، الله غالب. ده ابوك الله يرحمه كان راجل طيب، ما كانش بيحب المشاكل. بس هنقول ايه بقى؟ يخلق من ظهر العالم فاسد. انت خدت 14 مليون جنيه من عدل السماك مقدم بيع المصنع بتاعك، وبعد كده حمرات. لا عايز ترجع للراجل فلوسه ولا عايز تتمم البيعه؟ ما حصلش. ما تكدبش، اللي بيكذب في مكتب مهران الشيمي بيتقطع لسانه. شوف يا ابن الناس، في وراك هنا بابين، الباب اللي على ايدك اليمين ده هتخرج منه تلاقي رجاله مستنيينك، هتروح معاهم تجيب 14 مليون جنيه وترجعهم لعدل السماك، وتزود عليهم 2 مليون جنيه، اعتبرهم ادب. اما بقى الباب اللي على ايدك الشمال ده لو خرجت منه مش هتشوف نور الشمس تاني، وبرضه هاخد ال 16 مليون. ها قلت ايه؟ هتختار انهي باب فيهم؟ يمين يمين يا مهرون بيه. شاطر يا سامي. اتفضل يا سامي بيه.